الحدود. هارد لك الفريق الكرخ، الفريق المجتهد الطموح الشاب. صراحة كنا محتاجين بشكل كبير لهذا الفوز 3 نقاط حتى نحسن وضعنا بترتيب الدوري. احنا نقدم كل المباراة اداء جيد، لكن احيانا النتائج تكون مخالفة للاداء. من الباوع ترتيبنا بتسلسل الدوري ما يتناسب ويا ادائنا، لذلك اعتقد اللاعبين شعروا بمسؤولية انه طموح. يعني هذا الموسم عندنا طموح انه نكون الفرق المميزه. اليوم انتم كاعلام تشجعون فريق الحدود، يكون فريق الحدود من الفرق المميزه، لكن تسلسلنا ترتيبنا بالقائمه يتناسب ويا ادائنا؟ بالتاكيد لا. سبب التراجع هو مو تراجع، احنا التعادلات اخذت من عندنا شيء كثير. احنا ما خسرنا المباراه هو، احنا المباراه الاخيره مثل ما تفضل حضرتك خسرنا فقط القوه الجويه، لكن التعادلات اخذت من عندنا شيء كثير. احنا المشكله الحقيقيه اللي عندنا اضاعت الفرص بشكل كبير بالمباراه. حتى مباراه اليوم انت شفت اليوم، يعني اتكلم المباراه منقوله بالشوط الثاني احنا 2-1 ومضيعين اكثر من 3-4 اهداف محققه للتسجيل، يعني كرات سهله للتسجيل كان ممكن تنتجب اكبر، لكن الحمد لله وشكرا نقول تحقق الشيء الاهم امام فريق مهم وفريق جيد بالدوري فريق الكرخ. 3 نقاط اعتقد راح تحسن ترتيبنا، راح ترفع الضغط نوعا ما عنا، راح تنطي ثقه كبيره ان كنادي الحدود ان شاء الله بالمباراه القادمه. معكم هذا الموسم طموحنا، شوف اهم طموح عندنا انه اليوم الاعلام يتكلم يقول فريق الحدود المميز، هذا طموحنا. نلعب كره قدم حقيقيه، كره قدم ممتعه بيها جماليه بيها اداء، ومع هذا ويا كره القدم الحقيقيه نحتاج بتحقيق نتائج ايجابيه. فهذا طموحنا، طموحنا اليوم من يطلع الاخوان بقناه الفرات او باي فضائيه اخرى يقول فريق الحدود من الفرق المحترمه اللي تلعب كره قدم حقيقيه، هذا طموحنا. استقرار اداره الحدود على عادل نعمه، بعض الهيئات الاداريه اقل خطا من المدرب المحلي تم استغلال اليوم، هذا شلون نسوي؟ شوف نقطة مهمة جدا، كل فرق الدوري اليوم اللي استقرت على مدربها تحقق نتائج إيجابية. واحد من عوامل نجاح الفرق أي فريق على مستوى العالم هو الاستقرار التدريبي، لأنه يصير تناغم، يصير معرفة باللاعبين، يصير رؤية واضحة. هو مو بس تدريب، هو العامل مو بس تدريب، العوامل الأخرى المرتبطة بعامل التدريب هي هاي العوامل اللي تنجح أي فريق. لذلك يعني من خلالكم أوجه خطاب لكل إخواني بالهيئات الإدارية، أقول الاستقرار التدريبي عامل مهم من نجاح الفريق. الهدف اجى عكس المباراة، يعني من كرة ثابتة لاعبين ما كانوا مراقبين بصورة صحيحة، كنا احنا مستحوذين على المباراة من بدايتها لحد نهايتها. طريقة اللعب اللي لعبنا بها غيرنا بها بنظامه، فكرنا انه نهاجم امام الكرخ لان عندهم مساحات للخلف كثيره، لان هم من الفرق اللي يهاجمون دائما منطقه المنافس. استغلينا نقاط الضعف الموجوده بنادي الكرخ واستغليناها بدايه الشوط الثاني، حققنا الهدف الاول، عززناها بتبديلاتنا كانت موفقه، ودفعنا كابتن سويعيد للامام مهاجم ثاني وحقق الهدف الثاني. كانت مباراه تروح لها اكثر، الحمد لله والشكر هذا الفوز حقق مكاننا. ان اول شيء احنا مو استحقاقنا المركز اللي به الفريق، فريق يضاهي كل الفرق، لكن كان ناقصنا التهديف والتوفيق، نحصل على فرص بس ما كان توفيق. اليوم الحمد لله الله وفقنا، وهذا الفوز انا اعتبره ب6 نقاط، لانه هذا الفوز رفعنا من مركزنا، اعتقد راح نروح المركز الثامن، ومباراتنا المقبله ان شاء الله راح نشد العزم اكثر ضد نادي الصناعه ونحقق نتيجه ترضينا بالفريق وطموح الكادر التدريبي. طموحكم؟ احنا والله بصراحه طموحنا، احنا ماذا اقول لك، الجوز تتفاجئ. احنا من بدايه الموسم الطموح بدا يتعالى من النتائج كانت عندنا بصوره صحيحه وجيده، لكن صارت اخفاقات مع فرق اللي بمستوانا والادنى من مستوانا هي اللي اثرت علينا. احنا ضد الفرق بجمالها كنا ندو قريبين للفوز، احنا كان طموح الكادر يعني الاداره مجلس اداره النادي انه بعد المعاناه اللي صارت في الفريق بالموسم اللي قبل مضى نزل الفريق، دائما هم طموحنا نفكر من العشره الاوائل، يعني مركز سادس خامس سادس، المهم انه نكون من العشر المميزين. والحمد لله والشكر احنا تقريبا فريقنا زين اذا استمرينا بهذا المنهجيه مالتنا، ولاعبينا كلهم الروح اللي كانوا موجوده بالمباراه، رغم انه اليوم الفريق اذا حسب لك عندنا 5 لاعبين من عناصر رئيسيه مؤثره كانت غايبين عن اللعب، لكن اخواننا البدلاء كانوا بمستوى طموح، والحمد لله مرات لاعب البديل ينطيك اعلى من اللاعب الموجود لان الهاقات المباراه واللعبات، والحمد لله ان شاء الله نفكر طموحنا احنا نستمر بالحصد النقاط بهذه الفتره وان شاء الله نحقق مكان يرضي اداره النادي واحنا ككادر تدريبي. اول شيء الحمد لله والشكر، طبعا الف مبروك لفريقنا وهارد لك الفريق الخصم الكرخ، فريق عنيد. الحمد لله والشكر، شفت بدايه المباراه بدينا شويه بتم
قليل سيء، لكن الشوط الثاني طلب ما طلبه منا الكابتن عادل نفذناه والحمد لله وشكر، حصدنا 3 نقاط مهمة وإن شاء الله المباراة الجاية هم نقاط مهمة إن شاء الله. كم هالموسم؟ مراكز متقدمة. مثل ما تعرف فريق الحدود فريق جيد، وألف مبروك لنادي الحدود وهارد لك فريقنا. فريق الحدود عنده عناصر ممتازة وخش من فرق الجيدة بالدوري. كنا متقدمين في الشوط الأول، لكن مثل ما تعرف كرة قدم هاي احنا ما نقدر نقول، تعرف أجواء همنا مثل ما تعرفون الأجواء، لازم يكون مباريات يكون أوقات من الخمسة دي ورا، لأن تعرف الأجواء حارة اللاعبين. أنا هاي مو كلام مبرر الأجواء، لكن أعتقد أثر للفريقين، أعتقد أكثر شيء أثر الفريقنا الشوط الثاني، وإن شاء الله احنا مباراة متقدمين. صحيح هي هاي احنا دائما نقول هاي كرة قدم، انت تقدم تلي نهاية المباراة لازم تكون تلعب رتم نفس الرتم، لكن شوط ثاني نزل رتم المباراة من طرف فريقنا الحمد لله وشكر، ان شاء الله المباراة القادمة. طبعا الحمد لله والشكر. على كل حال احنا نتيجة المباراة كنا محتاجينها هواي، باعتبارك مثل ما قلت 4 لعبات على التوالي ما فزنا، فكنا يعني هاللعبة طبينا بصار وعزيمة، يعني كل قافلين على 3 نقاط، والحمد لله شكر بجهود الكادر التدريبي وجهود اللاعبين. وبالنسبه عن طريق بالنسبه للمباراه، احنا طوال هذا الاسبوع الكادر التدريبي عن طريق البث التلفزيوني العرض اشتغلنا على نقاط وقوه الكرخ، وقدرنا نحقق اللي نريده عن طريق تحقيق 2 اهداف والحمد لله شكر. طموح الحدود؟ والله طموحنا يعني احنا مثل ما نقول مركزنا ما مقتنعين بيه، يعني هذا اللي حاليا بيه، نطمح بالمراكز يعني نقول العشره الاولى او مراكز الوسط. الاجواء ما تساعد، يعني ساعه 4 جو حار، اللاعبين كلها ما متعودين على شيء اجواء، حتى الارضيه في الملعب يعني ما صالحه للعب. فالحمد لله وشكر احنا الشوط الاول طلعنا متعادلين، الشوط الثاني كلنا اللاعبين زجينا اوراقنا، سجلنا هدف ثاني، ضيعنا اكثر من 4 فرص، لكن الاخطاء الفرديه كلفتنا يعني صراحه. انت الاهداف جت من كرات عاليه، عدم مراقبه اللاعبين او اهمال من اللاعبين، فنقول هذا حركه قدم ان شاء الله. والله انا اشوف اتمنى الرساله توصل للاتحاد لجنه المسابقات، بان احنا مو على حساب النقل اللاعبين، يعني ارواح ناس، يعني اغلب اللاعبين حتى المستوى الفني ما يظهر. الشوط الاول شفت المباراه تباوع اللاعبين يعني ما يقدر يركض، فاتمنى يعني يراعون ظروف اللاعبين. هذا انسان يعني تحاول انت كنت مطبع المباراه يكون اداء افضل والمستوى الفني يرتقي لاحسن. اليوم تلعب تحت ضغط وفريقك بالمؤخره، يحتاج انه تعمل كل شيء في سبيل انه تحقق الانتصار. والهدف الاهم يعني كنا نتكلم مع اللاعبين انه ما نفقد الامل يعني لاخر دقائق، وشفنا انه تسجيل هدف في الدقائق الاخيره هو هذا، هاي الروحيه اللي نبحث عليها. يمكن بعض الفترات اللي الفتره السابقه كان يفقدها الفريق، لكن الان بدينا انه نحس انه فريقنا بدا يرجع لوضعه الطبيعي، وان شاء الله فوز بعد فوز نحاول انه ننتقل بالفريق للامام ان شاء الله. والله اكيد احنا الجو حار، هذا يمكن دائما نحاول انه تغيير التوقيتات هذه، لكن هذا الامر اكيد هو اكو ناس معنيه واكو ناس انه لها الحق انه بتغيير توقيت المباريات، لكن نتمنى انه يراعون هذا الشيء، لانه حتى احنا طلبنا من الحكم انه يكون دقيقه لشرب الماء من الشوط الاول، لكن ما اعرف الحكم انه الرجل له راي اخر فما حصل التوقف. فالجو حقيقه حار يعني ياثر على الفريق. تعرف انت يعني احنا يعني نتائجنا متذبذبه وفريق الصناعه، يعني احنا ناخذ نقاط من المباريات اللي ملعبنا معتمدين على ملعبنا، عدنا العده لهاي المباريات، يعني احنا ناخذ نقاط من الفرق اللي قريبه علينا وعلى مستوانا، يعني مثل نفط ميسان، مثل
الفرق اللي يعني مو فرق جماهيريه. الحمد لله والشكر عدينا اعداد هاي اللعبه وصح يعني سجلنا هدف اجى علينا هدف بخطا، بس الحمد لله والشكر عدنا للمباراه واخذنا 3 نقاط والقادم افضل ان شاء الله. كلمت قدمنا مباراه جيده طبعا، نقط ميسان من الفرق جيده، لكن ما يمنعنا نقدم مباراه جيده. المهم ان احنا حققنا المهم 3 نقاط. تعرف احنا فريقنا بالمؤخره، لكن هذا ما يمنعنا، عندنا لاعبين جيدين، عندنا كادر تدريبي جيد، اعطانا التشكيل والتكتيك قدمناه، صح تاخرنا بهدفين لكن عززنا بـ3 نقاط. ان شاء الله مباراتنا القادمه امام الحدود نقدم مباراه جيده ترضينا احنا كفريق، ان شاء الله يعني ما نبقى بمركزنا القدم الا امام ان شاء الله. طبعا والله نتمنى احنا كل بالاتحاد العراقي انه هي شيء وقت ما يكون اللاعب يلعب، لانه تعرف الاجواء حاره، الاجواء غير جيده، وهاي سبب لا امراض خطيره للاعب. ان شاء الله احنا نطمح احنا اتحادنا جاي يشتغل بصوره جيده، ان شاء الله انه يسوون لنا حل هذا الموضوع. الوقت غير جيد طبعا. كم اللاعب تعرض الى اصابه دوران بالملعب؟ اكيد تعرف انت هبوط يعني الشمس تضرب فوق راسك، انت ايش تصير كلاعب؟ ما تقدم اكيد، توقعت تنزل تشرب مي، لازم انت تعرف الاجواء غير جيده، ما صالح اللعب نهائيا. ان شاء الله احنا يعني احنا كاتحاد عراقي نطمح انه نقدم مباراتنا بملاعب جيده ووقت جيد. مبارك للاعبين، الكادر التدريبي، الفوز، الحمد لله نتيجه مهمه، تقدر تخلينا بالمنافسه ويا الفرق اللي ويانا. الحمد لله الفريق جاي من خساره، قدرنا نقلب الطاوله المباراه، كنا متاخرين بهدفين، الحمد لله قدرنا نرجع الفريق بروح بلاعبين زينين، ان شاء الله نقدر نحقق نتائج زينه ونستمر بهالاداء. اكيد مباراة قوية بين فريقين متصدرين الدوري، سواء كان فريق الشرطة اللي متصدر عن فارق بنقطتين عن فريق القوة الجوية، والقوة الجوية ايضا يطمح لتعزيز صدارته، لكن الحمد لله رب العالمين. من وجهة نظري شفت انه مباراة تكتيكية مغلقة من قبل المدربين، رغم انه من وجهة نظري انه الشرطة كان اكثر استحواذ، اكثر انتقال الى المرمى، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني نطوي هاي الصفحه ونفكر مباراتنا القادمه حتى نحافظ ونعزز موقفنا بالصداره. اكيد الفائز بهذه المباراه الجمهور، اكيد جمهور الفريقين، الاداره راضين عن الاداء والنتيجه. اكيد احنا النتيجه هي كان طموحنا الفوز، لكن قلت لك قدر الله ما شاء فعل. الاداء الشباب ما قصروا، يعني عملوا كل اللي عندهم وطوا كل طاقتهم بالساحه. شكرا للاعبين، شكرا للكادر التدريبي، شكرا للجماهير اللي املت مدرجات ملعب الشعب اليوم، يعني كانت هي العنوان الابرز لربما. اول تيفو اليوم يدخل على الاراضي العراقيه باسم اوتراس الشرطه، واكيد هذا راح يكون محط اعتزاز ومحط فخر لهم ان شاء الله. تنافس لنادي الشرطه، احنا بالصداره نقطه من لا شيء، يعني الحمد لله والشكر، ان شاء الله القادم افضل، وان شاء الله الدوري الشرطه. كان الشرطه في الصداره؟ اي يعني قلت لك المباراه صعبه، صحيح مباراه جماهيريه، يعني مع طول الشرطه بالصداره نقطه من لا شيء، يعني الحمد لله والشكر، ان شاء الله قادمين يعني مباراه ان شاء الله الجايه افضل ان شاء الله، وان شاء الله الدوري للشرطه. اليوم الجماهير خرجت راضيه عن الفريق؟
اي الحمد لله والشكر اداء، يعني انا اشوف مباراه جميله اليوم يعني من طرفين الصراحه. من كان الفريق الذي يستحق الفوز؟ يعني الصراحه احنا ضيعنا مثل ما شفتوا، يعني ضيعنا فرص، بس الحمد لله والشكر قلت لك يعني احنا ضيعنا فرص، بس ان شاء الله يعني الشرطه بعدها بالصداره، وان شاء الله نبقى بالصداره والدوري للشرطه هذا الموسم. الشرطه نادي كبير، مباراه كانت متكاتبه بين الطرفين، يعني احنا ضيعنا فرص وقدرنا نوصل اكثر من اربع خمس مرات للهدف. الشوط الثاني كان تبديل ناجح من كابتن مؤمن سليمان، وقدرنا نوصل اكثر من مره لكن الحظ ما حالفنا، وان شاء الله بعد عندنا مباريات الاهم، مباراه جايه ودوري طويل ان شاء الله نقدر نعوض اكثر بعد. التعادل الثاني للمباراة الثانية شنو الأسباب؟ التعادل الثاني أكيد اليوم أنت من تلعب أمام فرق راح تواجه نفس الصعوبات، الشرطة المباراة السابقة كانت أمام دهوك، فريق دهوك كان فريق جيد دافع أكثر من مرات، احنا وصلنا كثير بس الحظ ما حالفنا، واليوم الحمد لله يعني مستوى كان كل زين، مستوى بدأ يتصاعد وإن شاء الله بعد الأكثر. القوة الجوية لتحقيق الفوز ان شاء الله، والله جاي نوصل اكثر بس ناقصنا الحظ. والله احنا الحمد لله والشكر بالبدايه نشكر جمهور الفريقين الجويه والشرطه من كل النواحي، يعني كان اليوم حتى التشجيع كان حلو، يعني ماكو لا للحكام لان اللعبه حلوه هاي وحده، اما من مستوى الاداء للمباراه الشرطه كان افضل بهوايه، احنا ضيعنا فرص، المفروض اليوم نغلب ثلاثه اربعه الجويه، احنا مو استهانه بالجويه بالعكس فريق الجويه فريق كبير. لا موجود، انا موجود، الفرط مادي اكثر من الفرط مادي، تعرف شلون ما دخلنا خدمه، تعرف شلون انا هدفي راحل محققات راحن انا راحن الجول الاول، خلينا نقول اوف، بعدنا ما راجعين هنا بعد مرتين على التالم يشوفونا اياها، ما اعرف جول مو جول بقت يمه، بس انا ما ميت بالساحه، انا موجود، انا 90 دقيقه انا واقف، والدليل انت ما مسجل علي، صح لو مو صح؟ انا هسه يزيد وجهه نظرك، هو لان وجهه نظره، انا فرح احنا الحمد لله وشكر طلعنا مباراه حلوه، انت راضي واحنا راضيين، مو صحيح؟ من الفايز بالمباراه؟ الجمهور. لا اقصد النتيجه بكلها، الجمهور واللاعبين، انا اعطيك اياها، انا اهم شيء الجمهور، انا اهم شيء الحمد لله وشكر ثلاث نقاط، وشفت انا مصدر كابتن، شلون انت غير متعادل؟ متعادل اي متعادل، ايش مصدر؟ ايش مصدر؟ بس عفت انت شو تشجع؟ انا شو اشجع؟ جويه؟ خلينا نسمع وجهات النظر، خلينا نسمع وجهات النظر، بس كلامه خير، كلامه خير، كلامه خير، خلونا نحكي شباب، احنا على الهواء مباشره حبيبي، بس ما نخصك هارد لك للفريقين، مباراة جميلة. لا شنو؟ انا فايز اليوم. انت فايز؟ هي منتخب، هو انت منتخب اخر. نسمع وجهة نظر. والله وجهة نظري انا اشوف الشوط الاول برايي جوية، والشوط الثاني الشرطة، يعني الفريقين تعادل، يعني نفس المستوى اللي اشوفه، يعني نتيجة يعني واضحة، يعني الفريقين مستحقين هاي النتيجة تعادل. كيف شاهدت الاداء؟ والله خليني احكي بصراحة شباب، اللعبة حلوة وتونسنا، الجمهور كله تونس الطرفين، والدور الشارع للشرطة بقت ملاحظة صغيرة كنت تنتهي، اريد تنتهي ويسمع هاي مال بعثية عارية شرطة عقروق، هاي كنت تلغي، كل هاي لا والله هاي مو حلوة، هاي كل هاي الحالة ظاهرة، لا تنظر هاي تلغي، استفهام مال عيب، ترى يقولوا احنا منتخب وفعلا منتخب، ليش ادارته نظيفة ما عندنا مشاكل، هاني ها ادارتي نظيف، اسمح لي انا ادارتي نظيفه، ها كل اللاعبين انا احبهم، كل واحد جماهير، ليش انت ما تصير انت منتخب، يلا منتخب من 2016 اقف. لا بالنسبه للاداء جيد جدا للفريقين ولعبه حلوه، لكن اكو اخطاء، يعني احنا بالنسبه الشوط الاول ضربه جزاء واضحه، داس على رجله، ضربه جزاء واضحه، لكن اضاعه فرص من الفريقين، زين، لكن احنا تمتعنا بصراحه وصار الفارق زين نقطتين، بس انا عتبي على الجويه، ضيع 13 نقطه بعد اي بعد شلون يفكر بالصداره؟ 13 نقطه صار ضاعت من عنده، وانا هاي رساله للفرق كلها، دوري شرطاوي بواسطه هاي الجماهير الوفيه. السلام عليكم، استانس صار لي ايش قد ما مصبر من المرحله الاولى وهي المرحله الثانيه،
اثبتت. ايش فيها مصطفى؟ حسن على لا ما بدي احكي ساكت. شفت اي بالها على راسي انا من محل ولا هسه ما مصابح. هسه حصابح لك هسه حقول لكم في مال الله الفرق كلها الدوري انتهى للشرطه 70%. ايوه الاعلام ايش قاعد حكي؟ لا لا مباراه المطاحن مالتي المطاحن انتهت ولو هاي بالرياضه عيب هاي الكلمه ها انتهت. هسه حيوقعون بيناتهم 70% الدوري للشرطه انتهى. خوش اقرا انا العام لا بس نصك العام بملعب الصناعه ريد انا هسه مرحله تاسعه العام مرحله ثامنه لعبت ويا الجويه قلت لهم في مال لا الدوري لي على مال حيدر زكي قالوا لا ما جا. هسه ايش حق لك في مال لا دوري حاطين حبيبي اليوم الشرطه ما نكر لك قدم مستوى جيد لكن احنا فريقنا اليوم رجع الحمد لله والشكر المستوى ترى الفريق ما تجويه ذنيك اللعبات يعني مبيوع بيعه ما صاير مو مستوى الحمد لله والشكر اهم شيء اليوم رجعنا يعني كمستوى بس نقصنا اليوم الثاني الهدف وشوف اخر الفرص حتى مال مهند عبد الرحيم اي مهاجم يسجلها لكن احنا ما ننكر مهند ذنيك اللعبات هو اللي فوزنا بهن وان شاء الله القادم افضل. شلون شفت الاداء؟ والله صراحه اداء الشرطه مخيب. انا رجال شرطه وصار لي 17 سنه الفريق ما يبشر بخير فارق النقط فارق مصد كابتن حبيبي فدوى اروح لك بس يا بس اعطيني نقطه فدوى اروح لك. فريق الشرطه كمحترفين ولاعبين على مستوى عالي فارق النقطتين ما اجى ان الشرطه زين الزوراء والقوه الجويه غير جيدين. فريق الشرطه المفروض الضغط يكون اسرع يعني انت تباوع محمود المواز واحمد فرحان وحيدين يضغطون على اربع مدافعين ويا الكوكيه هذا الشيء غلط. المفروض كابتن فدوى اروح لك بس خلينا نحكي عمو فدوى اروح لك بس دقيقه كل واحد له وجهه نظر محترمه ان شاء الله. المفروض يسرعون اللعب هاي الشغله للمدربين وعامل اللياقه. فريق الشرطه جاي احس بعد الدقيقه 60 يتعب الفريق ما اعرف شنو جاي يصير لكن الحمد لله والشكر انه الجويه والزوراء جاي يتعثرون ونتمنى الاحبار على الاقل. الجوي راضي عن الاداء والنتيجه؟ والله بصراحه امام نادي الشرطه الكبير تعرف ان الشرطه الكبير بجمهوره وبأداء نقطه افضل من الخساره وفارق نقطتين مو فارق كبير ان شاء الله والقادم ان شاء الله يكون افضل الجويه واداء افضل. يعني مثل ما اقول لك يعني شفنا انت يعني حالات فاولات هوايه يعني انت تقريبا نص ساعه بس فاولات زين رغم كل هذا نقول الحمد لله والشكر طلعنا بنقطه متعادلين وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله نعوض ثلاث نقاط ان شاء الله. كيف كانت الاداء؟ الاداء كان حلو من الطرفين من الجويه ومن الشرطه والاحلى الحضور الجماهيري الغفير وكان غير هذا الموجود كانوا برا والحمد لله شكرا خلصنا اللعبات القويه والما يدفج مو شرطه والما يدفج مو شرطه وارجع اقول لك الدوري شرطه وتحياتنا لعلي سالم حبيب قلبي. السلام عليكم كابتن شلون شاطر؟ والله هارد لك نادي الشرطه تعادل لا بس افك من فنيات المباراه اكو شغله يعني حاب انوه عليها يعني سويت 23 حد الان ما يعرف النظم المباراه وبطاقه المباراه انا جايب 8 وقاص بطاقه ب 8 اجي هنا الملعب مقبط مجزول اضاع اللعبه من ورا السين ليش وقت يعني اضل هيك حد دخله؟ ما حد دخل طبعا من ورا السين قلنا نباع اللعبه سويت 23 مشتري بطاقه وانت تطلب الملعب هم طلبوا عدد اكثر من العدد شلون وزعوا البطاقه؟ شلون باعوا البطاقه؟ شلون شاتم؟ حبيبي كابتن اذا نجي كمباراه وكفريقين ولاحظ الفريق ولاحظ الله التعادل عادل. هسه تقول لي ليش صار التعادل؟ اولا كل خمس ايام لعبه وجاي يصير كابتن كفنيا يصير ضغط على اللاعبين. خاف الجمهور يقول لك والله اريد بعد اريد نفوز ونفوز. ضغط على اللاعبين اولا الدوري طويل بعد كوم عندنا لعبات والجوية هم من عنده بعد كوم لعبات بعد الدوري ما محسوم بعده ما محسوم. يونس قال انا 2030 اصعد وين كاس العالم منتخب بعدين وين رجع 26 لو انا غلطان اي لا عم انا 2035 الشرطه تاخذ بس دوري وكاس ليش على هاي الاداره النظيفه إدارة نظيفة، أتحدى أي نادي هسه جماهيرية أو مو جماهيرية ما مطين حقوق لاعب. من عد الشرطة بس. لو أنا غلطان كابتن. بس الشرطة تطلع حقوق اللاعب وتبوسه من قصته ها؟ خلص ليش؟ ليش يقولون أنت بفلوسك عندك منتخب، ليش منتخب؟ إدارته نظيفة قاعد تشتغل، أنت جوية احترامات للجوية. الطلبة أو كل يعني الفرق ها؟ ليش انت ما تسوي ادارتك نظيفه وتطيح حقوق
مو حقوق اليوم شلون شاهد الفريق؟ وانت بالجو والله حبيبي والله اداء جيد صراحه، نقطه احسن من الخساره، فارق نقطتين مو ذاك الفرق الكبير، زين مستوى راضين عليه بصراحه اليوم. احنا لعبنا امام نادي الشرطه نادي كبير طايش ياسر اكيد اكيد 100% صراحه غير، ونقول احنا ايش اقول، لا اقول حسبي الله ونعم الوكيل على اللي سواها، بس هاي اللي اقولها. عندنا ملاحظه تحياتنا قناه الفرات، وكم ملاحظه على من الملاعب، احنا طبينا فتشونا مره واحده وطبينا فتشونا مره ثانيه، وعندنا حاله تدافع صارت بالدخول المدرجات، اكو وايد اطفال مردت وناس شياب وقعوا بالقاع بسبب تدافع بسبب امن الملاعب، ليش يسدون الباب؟ افتح الباب خلينا نعبر، على شنو تعرف تفتش مره ثانيه تفتش شنو شاري متفجر؟ هاي الحالة أخي اللي بطلوها، يعني حتى يعني ما صار بكل دول العالم، ما صار الله يخليكم، يعني أمن الملاعب شوية خلي يعدلون أسلوبهم، يعني احنا فتشنا مرة واحدة بالباب برا، ليش فتشنا مرة ثانية؟ وأنتم تعرفوا اليوم المباراة الجماهيرية والملعب مقبل ساعة بسبعة ملعب مقبل، ليش أسوي مضايقة وسوي تدافع على المدرجات الجوا؟ زين ان هاي الملاحظه شوي لازم تكون شوي عن قبل قناتكم ان شاء الله. بس هذا شلون صحتك؟ هاي ناس مكتوب يبقى الزعيم شامخ كالاسد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناتكم الجميلة. بالنسبة للمباراة، المباراة كانت تعادل عادل من صالح الزوراء، أنا زوراي والله يسلم راسك. وبالنسبة للطبة مال الملعب، أنا جاي من ديالة جلولة، والله طالع ساعة بالسبعة الصبح، طالع بالسبعة الصبح، تعامل الأمن الملاعب يقولوا روحوا أنتم من أشلاب، تقبل أنت هيجي يدافعون بينا. شوف تكرم الحذاء داخل، أنا داخل التذكرة أي والله، ويانا عندي شايل فلوس أمانة الله ورسوله. شوف دقيقة، طب جوا يتعاملون ما شلون تعامل ويانا، يعني هيك يصير؟ انا ادخل ملعب ازادي بايران ادخل هيك، ما يتعاملون هيك ويانا، عندي تذكره وما حد ما يقعد مقعد مالتي الا اني اجي. وانا اشكر قناتكم الجميله توصل. شلون شفت؟ ها؟ شلون شفت التنظيم؟ التنظيم والله بصراحه يعني ما يعني بحياتي ما شفت تنظيم، بوسه ودفع وخشمريات والتعامل امن الملاعب ما في شيء ويا العالم. اتصور انا اقول له رحمه على موتاك، رحمه على والديك، والله تعبت اختنقت، قلت انا خمس ساعات بالسياره وما نايم، وسام بعيني اشوف احمر. كانت فريقين متحفظ، فريقين كان خايف ان يخسر المنافسه، يعني جويا من لعب تحفظا كان يخاف ان يخسر تبتعد النقاط عليه. فاما الشرطه احنا جينا من مباراه الطلبه، مباراه قويه، مباراه برتم، مباراه الجويه، فصعب من ندخل مباراتين برتم واحد. طبينا احنا واخذنا تعادل وبقينا مصدرين الحمد لله والشكر. عندنا مباريات وعندنا مباراة كاس امام القوة الجوية، على كابتن احمد صلاح يركز على الفريق القوة الجوية، عيد المباراة مشاهدتها اكثر حتى نركز مباراة الكاس. واحنا طلبنا كابتن احمد صلاح من كان كابتن مؤمن مدرب طلبناه بالكاس، واحنا نريد ان شاء الله مباراة الكاس من عندك يا كابتن مؤمن، وانت واقم الصدر بالدوري والحمد لله والشكر. كابتن شلون شاهدت المباراة؟ حبيبي والله المباراة يعني جيدة نوعا ما، لكن شوية اخطاء فردية من نادي الشرطة كانت تكلف الفريق اهداف، بس الحمد لله والشكر تعادل احسن من الخساره، وان شاء الله بمباراه الكاس نقدم اكثر، لكن شويه يعني على المدرب احمد صلاح تركيز بالمباراه اكثر، يعني شاهد المباراه يعيدها لانه هو اخطاء فرديه من جانب الدفاع. وهذا شلون شاهد المباراه؟ اللعبه كانت حلوه لو بيها اهداف كان صارت احلى، والمحلي هو الجمهور، فضاعت فرص وهاي من الشرطه. يكون راجعون نفسهم، لا يضمن الدوري بعد، الدوري بعد طويل يخوف ما بيه ضمان، ولا يجيك واحد من مشجعين الشرطه يقول لك اريد فريق منافس، اريد فريق اجنبي، اريد فريق لا يحكي بعد. الدوري بعد اي لا انا احكي فريق عندنا ثقافه ما يخالف، بس بعد الدوري يخوف بعد طويل، بعد كم لعبه تقريبا؟ بعد 13 لعبه. وان شاء الله نريد الدوري للشرطه. السلام عليكم كابتن. الدوري الشرطاوي 80%. انا احكي لك اوراق، احكي لك مو بس ثقه، احكي لك شغلات رسميه. الجويه المنافس اللي جاي الحق بينا عنده لعبات ويا الزوراء ويا الطلبه ويا اختار البصره هناك ويا اربيل، هم لعبات مع الفرق المتواضعه مع كل الاحترام لهم. الدوري 80%، وتحيه لعلي سالم. هذه ثلاثاء الكاس، الكاس راح عبره هالسنه، كاس كاس اغلب جوي اخذ كاس هاي السنه، كاس حبيبي الله يبارك فيك الله يسلمك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وشكر. اول شغله أنا أشكر الجمهورين، جمهور نادي القوة الجوية ونادي الشرطة، فاكهة المدرج يعني متعة، يعني صراحة تعرف شلون الفريقين أدوا، بالنسبة لفريقي فريقي أدوا راضي عليه، بس ما استغلينا الفرص، لو كنا مستغلين هاي الفرص لا احنا كان غير. زين يعني المواد ضيعوا كذا، فدوة لهم. زين ونركز المباراة القادمة، زين لا تحكي على اي لاعب، لا تجيب اسم لاعب ولا تقول فلان مو زين، وهذا كلهم ابطال وادت وسوت،
كل اللاعبين، لا تجيب اسم اي لاعب، كلهم ادوا، حتى العلبنج، حتى العلبنج ادوا، لان الروحيه ما زال في اسر فريقه ويصبق الفريق. مع احترام الجمهور الشرطه، لا حد يحكي على اي لاعب، كلهم ابطال وكلهم قاتلوا، وتشهد لهم هاي الساحه والشارع الرياضي دا يشهد لهم. دا نلعب مباراه دا نقدم دا نوصل، بس بقالنا بس التوفيق، هو سبحان الله توفيق من الله. لو كان اكو توفيق والله قلت لك احنا غير، والنتيجه غير شكل. الحمد لله شكر، مبروك. عندك رساله؟ عندي رساله. ايه هذه النقطه بعتبرها دوري الشرطه، نقطه هاي من جويه دوري الشرطه هذا، والله العظيم يعني. وان شاء الله بالكاس نطلعهم، بالكاس نطلعهم. لا مو سلبي، صح الصداره للشرطه، بس عادي مو سلبي. انا ماخذ من الشرطه 4 نقاط، المرحله الاولى فايز علي، صح الشرطه متصدر. لا تحكي، اللقاء ماتي، تكلمتوا ولكم الاحترام، وجمهور الشرطه محترم. عندي احكي ممثل قوى جويه، نادي من الكبار، نادي من الكبار، مدينه وحضاره وجمهور. انديه الدوري خد تتعلم من عندنا، اللي اجى من بعدي اكو انديه ما تملك كاس، يعني كاس اسيوي. ابقى تاريخ حتى ما اخذ الدوري، مبروك للشرطه، خليه ياخذ الدوري. بس ترجع للشرطه، استقراره، فلوسه، من محترفين، من لاعبين المنتخب، وبعد ذلك الاتحاد وياهم. الاتهام عندك لاعب؟ انا اطلعهم. لاعبين قوه جويه؟ انا ما مشتريهم، انا ما مشتري السورستوب. انا ما مشتري مثلا هذا شو اسمه ابو البصره؟ احمد بس انت مدجج بالنجوم. شلون؟ فريق مدجج. انا مو اليوم البارحه، انا ناطق هاشم، انا ناظم شاكر، انا اكرم عمانويل، انا تاريخ، والشرطه كذلك تاريخ. بس تجي على كره القدم، اليوم مباراه طلعت حلوه، بس انا عتبي 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 على الداخليه، وزير الداخليه، صحيه، دفاع وداخليه. بس مو هيك محاربه جمهور قوه جويه. حاربوا يعني بالصوره بالواضحه، اجى ضابط شايل الالعاب الناريه، خليه يفتحون الشرطه. حلو يفتح الشرطه ويفتح الزوراء والجويه مثل ما تطلب الشرطه. يقول الله تسلف غياب بايش ما تسلف تحكي غياب بايش. بايش طبب سقط العراق وحربوا هاي المحاربه اللي ما موجوده. هذا ثروه وطنيه. شلون هسه لاعبين الشرطه هذا قوقيل بس قاسيه؟ طبعا قاسيه. نص الاتحاد زوراء وشرطه، مع كل الاحترام للاخوه. يعني انتم اليوم اعطيني من ممثل بقوة جوية بالاتحاد؟ بس الدكتوره رشا. دكتوره رشا وعن نسوي وعلى باقي الالعاب، مو على القدم. يعني يوم قوة جوية انظلم. انتم رياضيين صح اكو نديه، بس مو باش 10 مباراة شو مسوي؟ احسن لاعب بطولة الخليج ولاعبنا. فالحمد لله والشكر الصداره للشرطه، واحنا وصيفه بعد 10 نقطة. الامل موجود. الامل موجود، واللي يتعادل ويا الجوية يصرف جهد. تجي المباريات ان شاء الله. تفضل. هارد لك نادي، هارد لك نادي الشرطه ان شاء الله. تعادل ما يعني، تعادل قدام نادي الجويه شويه يعني كان محبط للامال. احب انوه على الاخ علي المالكي، اقول له راجع شركه العمل للسيارات على هاي المعاناه. واحب انوه على الدور على نادي الرجال، لانه بعد 23 احنا وبعدنا ما نعرف دخل الجمهور للمدرجات، يعني قصرنا مطلقه الساعه 8 احنا ودخلنا المدرجات، اجينا فرينا من هنا من المقصوره طبينا ببلاش. مش وقت هذا. بعدين من ال خلينا نقول من الصفر منذ عام، على اعتبار احنا حلينا المنتخب الوطني المتقدمين وبدينا نعمل مع الناشئين ومع الشباب. هذا الاسلوب وهذه الطريقه ممكن نتكلم على بطوله العرب، ممكن على بطولات المناطقيه دون الاسيويه، على اعتبار الارقام اللي تتحقق مع
تتحقق واسطة المتقدمين، واحنا ما عندنا متقدمين حقيقة الآن. صحيح احنا عندنا متقدمين هذين اليومين، ولكن احنا مركزين على الشباب والناشئين. باعتبارك جزء من الحكومة وممثل الحكومة، هل الحكومة راضية على العمل الأولمبي في العراق بالتحديد؟ لا يعني هو قياسا للمصاريف والمبالغ المصروفة على الأولمبية من عام 2003 لغاية الآن، ونسبة الإنجازات ما تتناسب مع هذه المبالغ. هذا ما يمنع أنه أكو اتحادات عدة إنجازات على مستوى آسيا، على مستوى العرب، اتحادات يعني، ولكن اتحادات هي تنقول بعدد أصابع اليد يعني بالنسبة لهذه الإنجازات. الحكومة عندها خطة بعد المؤتمر إن شاء الله العام لتطوير الرياضة والشباب في العراق اللي راح يقام يوم 13-14 بالشهر الجاي إن شاء الله، راح تكون خارطة الطريق كفيلة الحكومة أن تتبنى تطبيقها من قبل المؤسسات ذات العلاقة ودعمها طبعا من الحكومة، وتنتظر الحكومة العمل الجاد سواء كان من الإداريين أو من الفنيين المدربين أو من لاعبين المنتخبات في كافة الاتحادات والألعاب الرياضية. إلى متى تبقى الحكومة كبقرة حلوب بخصوص ما يتعلق بالمال الرياضي، صرف أموال بدون مقابل؟ يعني أنت تعرف أكو هي الرياضة مو فلسفتها فقط إنجاز، الرياضة أيضا صحة، رياضة أخلاق، رياضة انسجام، رياضة مبادئ سامية، رياضة كذا. يعني الاتحاد الدولي للسباحة أعلن أنه إحنا ليس فقط نعنى بشأن الإنجاز وإنما بنشر السباحة، بمحو أمية السباحة. فهذا أولا، هذا ما ينطينا مثلا تبرير أنه ماكو إنجاز، لا، الإنجاز مطلوب على اعتبار الإنجاز هو يرفع اسم البلد في المحافل الدولية، وهو مقياس نجاحك، مقياس تطورك في البلد. فبظل هذه الحكومة إن شاء الله السياسة راح تختلف، راح تكون رقابة، راح تكون محاسبة، راح تكون تطوير في القوانين، راح تكون دعم ليس لغرض الدعم، دعم من أجل إنجاز. يعني أكو دول تقول أنا أنطي أموال بس مقابلها أريد إنجاز، هذا إن شاء الله بالمستقبل راح يتبع. يعني صراحة يعني أي مكان طبي لازم أشيل العلم بعريس أو مأتم أو فرحة او يعني بكل العلم العراقي، هذا يعني فتشي يرمز للبلد ويرمز للعراق. رسالة بداخلك لهذا الحق. اي نعم، يعني اليوم عندي مثل رسالة، انا مو اقلب بالمواقع التواصل الاجتماعي، يعني عجبني اليوم لواء اسمه لواء اثير، لواء ركن اثير في منطقة السنجار، اليوم عجبني هذا، يعني عجبني بشكل تحدى تركيا طلعها، ها والله استدرب اي رافع صور اردوغان، وقال قال بعد يخلي صوره اردوغان بهالمكان هذا، انا اللي خلي راس جوال هضر، والله شجاع. قال هذا العلم العراقي رفعوا لي ان هو هذا رمز البلد، يعني انت ابن بلد وانت من نجده والفرات، انا ما لك شغله بيك، شنو مذهبك، شنو طائفتك، شنو قوميتك، انت تعمل جنسيه عراقيه، يعني ليش يعني، وهذا الرمز يرمز إلك. كل دولة بالعالم اليوم تفاوح هاي الدولة تقول هذا علم فلان دولة، مو صحيح؟ حتى عندنا الأحزاب مو مشكلة، الأحزاب كل واحد وعلمه مبين، ذاك هو الحزب الفلاني، الحزب الفلاني، يقول لك أنا أرمز إلي كحزبي هذا علمي، احنا محترمين هاي الشغلة، بس أنت أول وتاني بترجع وين تروح؟ علم بلدك هذا العلم، يعني هو الرمز. وشوفت سيارتي صار له هواي، اي ما فد يوم شفتك لا دخلت بعقد لاعب، لا دخلت الاداره، وانت هسه مشجع اقدم مشجع شرطاوي صح؟ اي شرطاوي، شرطاوي شرطاوي اصلي اصلي، احنا جمعت الاليات، ليش لا تدخل بالاداره؟ ها ما طلق خوش حسين، اي قلت لي جماعه الاليات، اي شنو رايك باللي جاي يصير بين الاليات والشرطه بقضيه الالقاب؟ لا مو هذا مو نادي الشرطة، هذا نادي الشرطة، خلي زعل جمهور الشرطة، هذا الجيل الجديد، هذا رقم الآليات، هذا مو السابقة هي الآليات، لا الشرطة، ذاكر الهرم
الهرم احنا القديمين جمهور الاليات سموجين بقوا قليلين بهم، احنا جماعه الاليات. يعني ما اداره الشرطه ما من حقها انهم قدمت شكوى او فتشي على استرجاع الالقاب؟ لا مو من حقهم. والله يزعل يزعل خلي انا الشغله ما هاي الشغله ما لا تقدم لي ولا تاخذني. هذاك اللقب مال الاليات. هذاك الاليات شرطه غريبه خمسه مال الاليات شرطه عندك مو مال نادي الشرطه. مال الاليات ملعب كاظم ومال دقلوس ومال 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 بشار ومال رياض نوري ومال ظفر نوري ومال صباح حاتم ومال ستر خلف ومال مجيد علي ومال سعد داوود ومال هادي الجنابي، هذيك مال الاليات. وهذا الجيل واحد، هذا الجيل بدا ياخذ دوري من 79 نادي الشرطه. هذا مالهم انا بيها ويا شوي دقلوس عزيز ويا عبد الله انا وياهم 97 98 هذا واحد وهاي واحد، احنا لن نربط بين، بس القوة الجوية بتقول لي لا ما القوة الجوية موجودة القوة الجوية. أنا بتقول لي كيان قوة جوية اكو اسمها قوة جوية ما فلشوا. بس هم تعمروا على الشرطة في وقتها، دمجوا فرق شرطة خمسة، ذبوها براس نادي الشرطة، ومحوا تاريخ الآليات. بس بقى المين اللقب؟ الآليات. وصح هسه الآليات رجع بس مو هذا الآليات. هذاك الآليات الأصلي. هذاك خط ودخلوا في سواره كنا نهتف في المدرجات عشت يا ملك يا قائد الشرطه وهاي الملوكيه وموت يا جويه وكان عبد كاظم يسموه ملك التغطيه. هذه كل التاريخ يمي في تاريخ انت وصل على لسانك يمي. اعطيك تاريخ العراق من ال 66 لي هسه واعطيك تشكيلات المنتخب المسيحي وتشكيلات المنتخب الاهلي وتشكيلات منتخب العزاب الباب الزوجين وتاريخ كان قبل العراق رمضان يسوون بطولة العزاب يطلعوا منتخب باب الزوجين ويطلعوا منتخب الزوجين يلعبون على كاس يا يفوز يفوز. ذاك يوم قلت لعدنان الدرجال ابو حيدر قلت له قلت اسوي لعب بين منتخب بغداد ومنتخب الشباب رمضان وافق على الشغل. قال مخاوي المدرب قلت اسوي منتخب بغداد تدري خليتك فد معلومه كل المحافظات عندها اتحاد الا بغداد ما عندها اتحاد فرعي ما يصير لازم قبل لا كانت قبل موجوده قبل موجوده والله ما اعرف اللغه الاتحادات السابقه غير لا ما يجوز لازم تسوي اتحاد بغداد لازم تسوي اتحاد بغداد قوه جويه شرطه طلبه صناعه نفط دوراء عند الدرجه الاولى الثانيه وين تروح؟ العباء الى اتحاد بغداد. احنا لو نبني رياضه حقيقيه وتجيك البرنامج انا ما عندي مال انا اشرح لك شيء استفاد من عندي انت وعلي سالم وغيرك عم يستفادوا من عندي والله ما يدفعكم فلوس اعطيكم معلومات قويه شلون كنا قبل نلعب بطوله الجمهوريه المنتخب الازوري كل اللاعبين المسيحيين من عمو بابا من عشرات يوسف من جلبه تويقي من ادسين من جورج اسماعيل من ايشو من سرقون انا كل اعرفه. سؤال ايه انت مع راي تدخل الجمهور بعمل الاداره وعقود اللاعبين وتسميه المدربين شنو رايك بهاي الظاهره اللي استفحلت علينا انا مكان المدرج انا شو علي بالاداره؟ ها؟ شو علي بالاداره؟ انا قبل ست اجيب لاعبين للشرطه يدرون هاشم رضا انا جبتهم بس ما لي شغله يتفقوا شو علي بياني؟ واذا يذكرني اقول نعم الله لا اذا يذكرني بجيبه خلاص يعني ما اقول له قوطيني لا هسه لا هسه ما شاء الله يخافون ويجيبوا اللاعبين المغتربين هم مو الواعي العفو العفو الواعيب محترفين من الدوري هم مو الواعي بطوبه. أسوأ سنه شفتها السنه هذا كان موعد لعبه بين الفريقين خلينا نقول بس ليش يزعلون عليه؟ ليش يزعلون عليه؟ ليش يزعلون عليه؟ يقيموا دعوه عليه؟ خلينا يقيموا دعوه عليه؟ ها؟ يقيموا دعوه؟ كفالتك؟ ها؟ والله؟ ما يخالف احنا نحكي اياهم يعني لكن لعبة الصناعة والكربلاء والله انقهرت يعني على المحترفين بالفريقين والله انقهرت خاصة على الكربلاء يلعبون أربع مدافعين اللي ورا متأخر ومتقدم وتكيمنا وتكيسنا أفارقة هذا نادي كربلاء اللي كان بيه صاحب عباس منتخب وطني كان بيه هاشم رضا منتخب وطني كان بيه ستار جابر منتخب وطني معقولة يعني حسن عباس متأخر العراق كن عافية انت شنو انت هم بطل يعني معقول هاي كربلاء كانت اربع لاعبين منتخب العراق كربلاء تجيب مو له اصل جيبوا محترفين عم جيبوا والله عم لكم جيبوا بس تجيبوا لي اياهم من السوق نايف صابغيهم لاعبين لا عمي ليش يصير لو تجيب محترف يزيدك معلومه ايش دعوه خمسه لعبوا اثنين
يعني انت لعبت 5 و5 عراقيين يسارة و10 انت اخذت احسن المراكز بالبعد هسه طب انت عندك كم عندك شك انت كم بالعراق ما يمتك يسرى 90 متاخر هسه العراق ما بي متاخر متقدم معقوله يعني اجي لك انت خوش وليد وصاحبك الخوش وليد عم يجيبون حلقه وانا اعطيك المفيد بالقران ما يدعوكم انتوا تعطون الضيف فلوس ايه كيفكم لا الفرات بيها فلوس هواي هاي بيها مني بيك مني قوي عندنا بالقران اعطيك معلومات ما سمع عمر انا من جيل عبد كاظم من جيل جبار رشك من جيل الفرقه الثالثه والفرقه الخامسه والنادي الامه والمصلحه والسكك احنا الجيل القديم جماعه الكشافه عم يجيبونه بس المشجع عيب يشوف كرسي كرسي مال الدوله كرسي ملكك وعيب يصيح على الحكم حكم خطيه يعني الحكم دي هسه اوروبا ودي ودي اتفق وياي اللي يغر ممتلكات الدوله كانما ارهابي شنو؟ اي واحد إيه؟ الدوله ممتلكاتها ايه شنو نفس هم عملي طبعا طبعا وبلاك مزعله من عندي طلعت من قلت يدخلوا عقود اللاعبين ويدخلوا دارات تخاف من العتوب انا اداره ليش تخاف من منو مهدي؟ منو مهدي؟ شنو مهدي؟ ما ملعب الشعب يجي الاتحاد العراقي يبلغ الامن مال ملعب الشعب هذا مهدي ما يدخل منو مهدي؟ اكو دوله اكو داخليه تعال عم شنو مهدي مو بالقفص مو شنو نشب الكرسي؟ شنو نسب المدرب؟ شنو نسب الاداره؟ شنو نسب اللاعب؟ شنو نسب الناس؟ انت قاعد على المدرب مشجع سبب هاي ها؟ من امن العقاب؟ قبل يحبسوه عمي قبل يحبسوه قبل يسوون له تشك لك كلب تشك 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 كلب يقعد واحد يباوع على المدرج يباوع اتذكر نايف ضابط خليل احفظ ظهر الاسم اسمه نايف ضابط بس يباوع حيشي ونايف ضابط نجمه مالته بس بنيل نجمه تخته بس يباوع حيشي يقول الانضباط نزله وقبل كان الله يرحمه فهد جواد الميره ورا 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 ما ورا عدل بعد هسه باستراليا اخوه ابو اسمه رياض اخوه ابو حيدر بالقوه الجويه تذكر ابو حيدر بالقوه الجويه ابو مناذر المات اخوه الله يرحمه اخوه رياض هسه باستراليا حمايه مال فهد الميره بيده مقص اي واحد مو شيء ينزلوه يقص شعره يقص احد انت زين راسك يقص احد عمي عمي مين يصير المشجع وقف مباراه نجده أم الملاعب قوية نزلة صعدة بالنجدة ودي للمركز شنو اللي يصير؟ مين يقلب؟ مين ينهزم؟ مين ينهزم أستاذ أحمد؟ خلي ثقافة مشجع مالك شغلة شجع فريقك وغني فريقك واهتم بالفريق والغوا هاي عقروقي وبعثية وسوالف تعبانة وانه طلعت لما لها اجريه ذي عمي عيب شجعوا وغنوا لفرقكم شلون قبل كانت الفرق تغني تدرين يا احبه قوه 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 هي يا شرطاوي هي يا زوراي كان قبل الجمهور يغني ويرقص ما حد له شغله بالله الفرات البطله تعال